يعني في ثلاث مواضيع مهمة جدا وجب التعقيب عليهم. الموضوع الأول هي استقالة الأخ رئيس ديوان المحاسبة والمسببات اللي ذكرها، وهي يعني أبعد ما يكون عن الحقيقة. ذكر في صيغة الاستقالة أنها ساءت النوايا وانحرفت المقاصد، وأن الديوان مهدد بالتحطيم والتخريب وتحت سندان السياسة المتطرفة ومطرقة المنفعة الخاصة. يعني هذا الكلام وما ناقشناه في المجلس السابق يعني من تدخلات رئيس ديوان المحاسبة، يعني كان أمر واضح، هو الرقابة الفنية لدور ديوان المحاسبة. فيعلم يقينا الأخ رئيس الديوان والأخ وكيل الديوان بدورهم المباشر في إخفاء بيانات تشكل وتعد يعني جريمة، وهذا ما أثبته الفريق الرقابي وما ذكرته في الجلسة الخاصة ببنك الائتمان، وتوريد نظام حماية خاص في أمن المعلومات من شركة إسرائيلية في تل أبيب. شنو كان الرد؟ كان الرد بأن حفاظا على سمعة الكويت وغيره من هذا الكلام، وذكرت بتعقيبي عليه بأن قلت لو كان هذا الأمر صحيح لقمت على الأقل بتقديم تقرير بصفة سرية إلى مجلس الأمة يبين هذا الخلل. لذلك أنا أكون واضح وصريح في هذا الأمر. نعم، ديوان المحاسبة جهاز حساس وقوي ونستعين فيه، وجهازنا الرقابي، لكن لا يتمثل بشخص رئيس ديوان المحاسبة، هو يتمثل بإخواننا وخواتنا من الفرق الرقابية والوظائف الإشرافية وغيرهم اللي هم يقومون بدورهم. ورئيس الديوان وفق ما أثبت في الجلسة بأن هو من يجبرهم كتابة على إخفاء هذه المخالفات عن مجلس الأمة. لذلك نقول الجرعة السياسية، وكثير من الناس بحسن نية أو محسوبين على ذات الفئة انتصروا لاستقالة يعني الأخ رئيس الديوان، وهم من سيس هذا الأمر، يعني إخفاء معلومات ومخالفات وتقليل عددها في حقبة 10 سنوات. ما اليوم وتقول لي بعد كل ارتفاع لمؤشرات مدركات الفساد وانخفاض عدد المخالفات بأن أنتم قاعد تقومون بدوركم. أكتشف وأثبت في الجلسة بأن الفرق الرقابية أخواننا وخواتنا يثبتون هذا الأمر ويتم التدخل في عملهم. لذلك على رئيس ديوان المحاسبة القادم أيا كان اسمه أن يحفظ مكانة يعني ودور الفرق الرقابية والوظائف الإشرافية والقيادات في ديوان المحاسبة بأن يقومون بدورهم كما اعتدنا، وسنكون داعمين لهذا الجهاز الحساس الرقابي. الموضوع الآخر، تقدم في أسئلة إلى الأخ وزير العدل والأخ وزير الكهرباء واستمرارنا بدورنا الرقابي على هذه الجهات الحكومية وعلى حقبة 10 سنوات يعني أضرت البلد وتعدت على المال العام. الآن أقدمها كأسئلة وعليهم أن يجاوبون بكل صراحة ووضوح. الأسئلة مختصة في لجنة المناقصات المركزية وبالتبعية لجنة التظلمات الخاصة بهذه المناقصات. هل تم تشريع قانون اسمه قدام الناس هو اسم وطني، هو دعم المنتج المحلي، لكن تنفيذه حسب ما لدي من بيانات وأنطر أجوبتكم، ولن أسيء الظن إلا بعد الأجوبة وأعرف هل لجنة مناقصات قاعد تقوم بدورها بتوفير المال العام؟ هل قاعد تقوم بدورها بحفظ المظالم؟ هل لجنة التظلمات فيها أشخاص عليهم شبهات خطيرة وهم من يحكمون هذه اللجنة ويرفضون التظلمات؟ هذه الملايين اللي راحت لن تستمر. وهل في رأي ديوان المحاسبة والفتة والتشريع مخالف لتوجهاتكم لكن أنتم مراضين عليهم؟ بالنهاية دورنا الرقابي راح يستمر، العبث واللعب في المال العام ما راح نسكت فيه ولا راح نهادن فيه، وعلى رئيس الوزراء أن ينتفض لهذا الأمر ويحمي هذا الموضوع. الموضوع الثالث لليوم، يعني وصلتني أخبار وعلومة، وهو البعثات الخارجية في التعليم العالي. النظام اللي سواه الأخ وزير التربية والتعليم العالي
اللي سواه في موضوع أن يكون الابتعاث بسيستم وتكون المقاعد في أغلبها لمدارس معينة ولمعدلات معينة، والمظلوم منها هو عيالنا من مخرجات التعليم الحكومي. بأي حق يكون هذا الأمر؟ حسب معلومة اللي عندي بأن في السابق كان هناك نسبة للمقاعد على عدد الطلبة وتقسم عليهم، لكن اليوم عيالنا يعني معدلاتهم 95% و 96% ما يحصلون على بعثة عشان تأتي بمعدلات 100% و 99% حسب نظام النقاط في المدارس الخاصة، وتحط ليهم في نفس المنافسة وتقول والله هذا عدل. لا، أنتوا تبوا تودون فئة معينة للابتعاث، أنتوا قاعد توزعونها بطريقتكم أنتوا. لذلك على الأخ رئيس الوزراء أن يسحب هذا الأمر مباشرة ويعيد الحق والعدالة في تقسيم مقاعد البعثات الخارجية لأبنائنا بالطريقة اللي تليق، لأن الأمر بهذه الطريقة بهذا اللعب بهذا السلوك راح يكرس مبدأ أن القطاع الخاص سواء كان في التعليم، القطاع الخاص في القضايا الإسكانية، القطاع الخاص في الصحة، القطاع الخاص في متى ما ملك النفوذ ما راح يكون متضرر منه إلا ميزانية الدولة والمواطن. ذلك حفاظا على مبدأ العدالة والمساواة، حفاظا على المال العام، حفاظا على حقوق الناس. يجب أن ننتفض يعني لأنفسنا ولبلدنا، ونوقف يعني فكر الشلالية والمحسوبية والتعدي على المال العام، وكأن الكويت لفئة معينة. هذا الأمر يجب أن ينتهي، وأسأل الله رب العالمين أن يعيننا في المرحلة القادمة على خلق حالة توازن يعني ننهض في البلد من هذه 10 سنوات اللي أضرت فينا وأضرت في أبنائنا. شكراً.